يسعد برنامج كان مكان أن نستضيف الفنانة الكبيرة القديرة الشاملة مدام تحية كاريوكا. أهلا بك يا فنانة. أهلا بك. أولا مبروك على الجائزة. الله يخليك. وإن شاء الله دايما يا رب جوائز يعني طول السنين اللي جاية إن شاء الله ربي أعمله تكريم لكل الناس قبل ما تموت. بس هو كان سبق الحقيقة، يعني أول مرة متهيألي أول مرة يكرمه حد عايش. أحب أنواع التمثيل. أحب أنواع التمثيل اللي هي الدراما. الدراما اللي هي الدراماتيك يعني ولا التراجيدي؟ لا تراجيدي. تراجيدي أسهل ولا الكوميدي أسهل؟ لا الكوميدي أصعب، إنك مش سهل، مش سهل تخلي واحد يضحك، إنما سهل تخلي الواحد يعيط. أدوار حضرتك اللي مثلتيها من غير رأس أو غنى أكتر ولا يعني متهيألي في الفترة الأخيرة ركزتي قوي على التمثيل؟ بعد ما بطلت الرقص على طول. أثناء ما كنت بتأدي رقصات وكذا كنت بتفضلي أنك مثلا تمثلي فيلم من غير أي رقص أو كذا، يعني تركزي على التمثيل بس؟ فعلا أنا يعني كنت بفضل أنه يبقى الفيلم بس تمثيل. يعني ما فيهوش رقص. بتحبي التمثيل أكثر ولا لا التمثيل ولا؟ طبعا أصل الرأس هو تمثيل، يعني الرأس المظبوط هو أداء. أداء يعني بتقنع اللي قدامك إن بالأداء. كم فيلم لو تفتكر حضرتك يعني أثناء تمثيل عملت كم فيلم؟ حوالي 120 فيلم. أكثرهم دراما؟ أكثرهم يعني تراجيدي. تمثيل أكثرهم تراجيدي، الكوميديا فيهم قليلة جدا. يعني بعدين بقى يعني حضرتك تفتكر لنا كده موقف معين حصل أثناء تصوير فيلم، يمكن مثلا الفيلم اللي هنقدمه النهاردة أو هنقدم أغنية منه يفكرك بحاجة يعني معينة. فيلم أميرة الجزيرة، تكلمين عن موقف كده حصل أثناء الفيلم. أميرة الجزيرة الأستاذ بشارة وكيم أي فيه، يعني جات له حرام جلطة ونزلوه يشتغل وهو تعبان. فكلمت مع المخرج عشان اقنعه ان يعني احنا كلنا هنبقى تحت امرك، حتى اديله اجازه لغايه ما يخف، ما فيش فايده. بس كان يقدر ازاي يأدي التمثيل وعيان يعني؟ ما قال لك اخده من جنب، اخده من ظهره، اخده من، يعني عارفه ليهم طرق تخليكي تتعصبي عشان الفيلم يخلص. عشان الفيلم يخلص. فانا رحت بالليل قلت طب انا هوقف الفيلم ده ازاي؟ ما هو لازم اعي انا ولا يعني حاجه كبيره يعني. كنت البطله طبعا. قمت الصبح كان الاستاذ بشاره والاستاذ كمال الشناوي واسماعيل ياسين وشكوكو، يعني كان في مخرج حسن رمزي. فالصبح قمت عملت شنطه كده صغيره وكانت قاعده معايا والدي، يعني والدتي كانت لسه عايشه، قالت لي انت واخده الشنطه رايحه فين؟ قلت لها استوديو. وخدت بعضي وطلعت المطار، قلت لو رحت بيروت هيلاقوني بسرعه بيروت. فضلت اسال اقول لهم بلد ايه اللي ممكن اروح على طول دلوقتي يعني من المطار من غير فيزا بقى ولا حاجه؟ من غير فيزا، كانت ايطاليا. فقلت له طب اديني بس تذكره. بس كانت فكره عفويه كده يعني، عفويه يعني بس عشان اوقف ترغميهم ارغمهم انهم يبطلوا الشغل. فاخدت التذكره وطلعت الطياره وصلت على روما، ولا مش عايز اكلم حد لانه لو كلمت والدتي هتقول لهم أكيد. لو كلمت اي حد مش هبقى مش طول النهار السنكح امشي في 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 روما وارجع انام. ففات حوالي 25 يوم وانا قاعده طويله بقى. قاعده ما كانش في اتصال. حضرتك كنت بتتصلي ما بتتصلش بحد خالص تشوفي لو كان يعني كويس ولا لا او تحسن او كده؟ استاذ بشاره لا، الاستاذ بشاره كنت كل يومين ثلاثه اكلمه. بتتكلمي منين؟ اقول له من حته. مش عايزه حتى هو اقول له مش ترانك، ما بيعرفش انه ترانك يعني ترانك بس اقول له من بره. ما بيقولوش ايطاليا ولا حاجه. ف انا ماشيه في الميدان بتاع روما كده لقيت واحد بيقول لي توحه، بصيت لقيت عالج جبري الله يرحمه كان منتج. أيه. انما مش منتج الفيلم، منتج افلام تانية. أيه. قال لي انت هنا؟ قلت له انا هنا، ما انا قدامك اهو. قال لي ده انت قلبه الدنيا، عمالين يدوروا عليكي في كل حته وموقفه الفيلم. قلت له انا عارفه ده ما يعني حاجه مقصوده يعني. قال لي طب ليه؟ قلت له على الاستاذ بشاره. قال لي لا دلوقتي بشاره بقى احسن. قلت له انا عارفه، انا بكلمه في البيت. بعديها رجعت
لقيت الاستاذ بشاره ابن اخته جايبه لي المطار، فلقيته كويس. قلت له خلاص، كلمت المخرج قلت له انا اهو جيت وكملت الفيلم بقى. وكملنا بس الفيلم. ده كان موقف انساني رائع يا فندم، يعني حقيقي يتحسب لاي حد. بشاره وكيم ده انسان عظيم الله يرحمه. يعني عايز اسال حضرتك بقى، يعني في موقف سائد بالنسبه لكل الناس بيعتقدوا ولغايه دلوقتي ان الاستاذ بشاره وكيم لبناني اصلا، من لبنان. لا علشان يعني كان بيمثل باللهجه اللبناني في كذا فيلم. فحضرتك كنت بتقولي انه الاستاذ بشاره مصري صعيدي من اسيوط. دي معلومه جديده على فكره لكل مشاهدينا. زي الاستاذ نجيب الريحاني. الاستاذ نجيب الريحاني من اسيوط برضه. ايوه. وما يعني بستعجب ازاي بيقولوا عليهم لبنانيه. لا انا يعني اعتقد ان يمكن الفكره السائده اكتر بالنسبه للاستاذ بشاره الله يرحمه كان انه لبناني. انا عشان شفت والدته وشفت بيتهم وقعدت معاهم. اصل الاستاذ بشاره الوحيد اللي شافني وانا اول ما اشتغلت. فكنت بشتغل عسكري روماني في المسرح. في المسرح ومسكوني حربه. افضل انزل بالحربه، انزل يقوم ياخد بقى. باله بتنامي. بنام، يروح جاي راكني على الحيطه تاني. راكني على الحيطه تاني. فاحبه جدا. فحصل موت بقى من زي احس زي ابويا، زي يعني احس راجل عظيم. اكيد. فيومها عيط اول ما نزلت من الطياره، دموع نزل. قلت له ايه ده، احنا هنرجع تاني نزعل؟ يعني ما حدش عمل كده، يعني ما حدش يقدر يعمل كده. قلت له احنا هنشتغل امتى؟ عايز امتى؟ قال لي بكره. قلت له لا، خليها بعد بكره. تكون استريحت فعلا. تكون استريحت. طب ده موقف بالنسبه لفيلم أميرة الجزيره اللي هنشوف ان شاء الله منه اغنيه دلوقتي. في موقف تاني تحبي يعني تذكريه على ماشي كده؟ احنا لنا يعني هنتكلم كتير على الجزيره. كنا بنعوم، مفروض انها بتنط في البحر وبتعوم البطله. البطله. فقعدت في الشمس، سابنا المخرج لدرجه ان انا اتحرقت وفقفقت ظهري. كان بيتصور فين؟ كنا بنصور يوميها في اسكندريه المنظر ده. وبعدين جيت قعدت 4 ايام ما اقدرش احط حاجه على جسمي، كلي اتحرقت ووشي وكله. يعني كان فيلم في احداث كتير يعني. الافلام الكوميدي تذكري منها حاجه تحبيها قوي؟ الكوميدي مع اسماعيل ياسين في مليان كوميدي. ما ده فيه كوميدي اكيد. أميرة الجزيرة ده فيه وشكوك، واكيد يبقى فيه كوميدي. في كوميدي حلو قوي. وبشارة. بشارة ده طبعا لو هو عيان تشوفيه، يعني لو لاحظتي بقى انه بقه لسه معوج شويه وبيغني. يا حرام. يا حرام. عظيم. انما متهيألي الاستاذ بشارة وكيم الله يرحمه ما ممثلش ابدا غير الكوميدي ولا له مثل فيلم أفلام. واحد دراما اكيد. سقط. تراجيدي. سقط مع السيده فتحيه احمد، كانت مطربه. يعني زي ام كلثوم كده من القدام. بس طبعا اسمه حنان. احنا سميناه حنان يعني لانه كان بينوم. لانه استاذ بشاره وكيم اللي بيضحك بيعيط. ما حدش يستوعب الفكره. وبعدين هي ما كانتش وجه سينمائي يعني الله يرحمها بقى. هي كصوت كانت عظيمه. انما كتمثيل وشكل وموضوع ما لهاش دعوه بالحكايه دي. ده كان الفيلم الوحيد اللي مثلته. الوحيد اللي مثله هو دراما. وهو بس وبطل. طب ايه رأي حضرتك نختار او تختاري لنا حاجه معينه من فيلم أميرة الجزيره؟ لا انت ولا اختار. نسيب المخرج يختار. المخرج يختار. طيب عايزين نفتكر بقى انه اظن كان من اخراج الاستاذ حسن رمزي. حسن رمزي. 48. ده بعد الحرب العالميه الثانيه يعني. والابطال كانوا كمال الشناوي وشكوكو والاستاذ بشاره وكيم واسماعيل ياسين وفتحيه شاهين. وواحده اسمها سناء جميل. لا سناء سميح. حاجات كده. سميح بالحاء. وكان في كتير ستات. يعني مش فاكره الفكره. يعني موضوع الفيلم كان ايه بسرعه كده؟ موضوع الفيلم انه جزيره من الجزر خياليه طبعا، انه مخطوبه البنت الواحد من الجزيره بيحبوا بعض وعيال وبينطوا وبيركبوا خيل استعراضي. يعني استعراضي الى ان رئيس الجزيره يعني راجل ظالم يحب البنت ويخطفها عايز بقى يتجوزها غصب عنها، يقوموا يعملوا
بشارة وكيم واسماعيل ياسين وشكوكو وشويه ناس من الجزيره يعملوا الاعيب ويخشوا يبوظوا الدنيا ويدخلوا الناس ويموتوا الراجل ده وياخدوا كل يعني ده في الجزيره. كل ده في الجزيره فعلا. كانت جزيره اللي مثلتوا فيها يعني اهو صورنا في حتت جزيره فعلا. جزيره بدران.